طيب دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن المشاركات الدولية في ورش العمل وفي المنتدى بشكل عام. من ضمن المشاركات الدولية المهمة الحقيقة اللي كانت موجودة في ورش العمل اللي اتعملت امبارح، هنتابع لقاء مع إنجي عكوش مدير عام وحدة تطوير البرامج وجودتها في هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، واللي تناولت جائحة كورونا ومستقبل التعليم ما بعد جائحة كورونا، وخاصة طبعا الأطفال اللاجئين والأطفال من ذوي الهمة. الورشة كانت بتتكلم على محورين أساسيين. المحور الأولاني هو أثار الجائحة على الفئات المهمشة وخاصة اللاجئين والمهاجرين وخاصة ذوي الهمم وخاصة البنات في الحصول على حقهم في التعليم. المحور الثاني كان بيتكلم على محاربة الفساد ومن خلال التعليم ومشاركة الشباب في محاربة الفساد من خلال التعليم. الجلسة كانت 4 ساعات، وفي الآخر مع مشاركة الشباب وورش العمل طلعنا بكذا توصية للمنتدى. أولهم وأهمهم كانوا بتدور حول إن مقترح استراتيجية تقودها المؤسسات الدولية لتمويل تداعيات الجائحة على التعليم وخاصة على الفئات المهمشة، والتوصية طلعت باسم على ان هي تبقى المبادرة دي تبقى اسمها سمارت بيرز، على اساس ان الشباب يكونوا هم اللي بيقودوا المبادرة، وعلى اساس ان الشباب هم اللي بيكونوا بيساعدوا بعضهم. التوصية الثانية والمهمة هي للمعلم، ودي كانت مبادرة مليون معلم على غرار 100 مليون مواطن للصحة اللي كان بيقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي لمليون معلم أفريقي لدعم المعلم في مع التغييرات اللي بتحصل على التعليم واستخدام التكنولوجيا في التعليم. التوصية الثالثة بتتكلم على المواطنة الرقمية بدخول طبعا التكنولوجيا دلوقتي بعد الجائحة، فبقى دلوقتي مهم جدا ان احنا نستخدم استخدام امثل وامن للتكنولوجيا في حياتنا، فكانت برضو من التوصيات اللي طلعت بها الشباب وسموها citizenship او يعني net citizenship جايه من المواطنه الرقميه. وكان معانا مجموعه من الشباب مشاركه من دول مختلفه، من نيجيريا ومن اثيوبيا كانوا مشاركين معانا، وكنا بنتكلم على اكثر الفئات اللي تم التاثر بالجائحه، هي الفئات اللي موجوده طبعا في جنوب افريقيا، كمان كان نتكلم على اكتر الشرق وجنوب افريقيا. هل لهم اليات للتعامل مختلفه مع الواقع اللي هم عايشينه، ولا نفس الاليات سوف تنطبق على الجميع؟ لا، احنا اتكلمنا في البنيه التحتيه، يعني البنيه التحتيه موجوده، اللي موجوده بالنسبه لبعض الدول اللي هي بنقول عليها متوسطه الدخل، مش موجوده في دول كتير قوي من افريقيا، وبنتكلم على البنيه التحتيه لاستخدام التكنولوجيا في التعلم، ده كان أساس الورشة.